السلام عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نشرح في التوتوريال دي إن شاء الله نحل على سيكشن 7.3. نديكم بس ملخص بسيط قوي عليه، يعني طبعا ده من المحاضرة، يعني انتوا أكيد شفتوها يعني، بس هندي ملخص بسيط ونبدأ نحل بقى على طول. بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم السيكشن ده عن المومنت جنريتنج فانكشن. نشوف الأول، أول جزء ده بيبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن الـ Earth Moment، يعني لو عايزين نجيب الـ Mu 1، الـ Mu 1 الـ R لما بتبقى بـ 1 ده الـ First Moment، ده اللي هو الـ Mu بتاعتنا اللي هو المين بتاعنا العادي، والـ R لما تبقى 2 ده بيبقى هو اللي عند الـ E X X Square. فتمام، ده بنستخدمه إيه في إيه؟ ده كنا بنستخدمه لما بنجيب الـ Variance. فال Earth Moment هو ايه؟ هو ال Expected Value لل X Power R، وبنجيبها عادي خالص. يعني لو معانا ال Function هقدر اجيب ال Mu 1 وال Mu 2 داش وكله، يعني هقدر اجيب اي حاجة ليهم. تمام كده؟ في بقى حاجة تانية، ان انا يعني لو مديني هو ال Moment Generating Function او مثلا طالبها مني، وبعد ما يطلبها مني روح قايل لي هاتي ال Mu هاتي ال Variance مثلا. فمين المومنت جنريتنج فانكشن؟ هي الاكسبكتد فاليو للفانكشن اللي هي اي باور تي اكس. فطبعا ايه يعني بيبقى ده الاكسبكتد فاليو؟ بنعمل ايه؟ كنا بنضرب الفانكشن دي في الفانكشن بتاعه الاكس، ونكامل بقى عليها من ماينس انفينيتي لانفينيتي او السميشن لو كانت ايه ديسكريت. فاحنا ايه ده اسمه ايه؟ ده اسمه مومنت جنريتنج فانكشن. هنستخدمه في ايه؟ هنستخدمه في إيجاد الميو 1 داش اللي هي الميو بتاعتنا، أو ميو 2 داش، أو الثيرد مومنت، وهكذا. فاهمين الفكرة؟ بس في آخر جزء عشان أقدر بقى أجيب الميو 1 داش أو ميو 2 داش، بنفاضل المومنت جنريشن فانكشن دي بنفاضلها. يعني نشوف بقى، إحنا لو عايزين ميو 1 هفاضل مرة للدي تي بس، لو عايزة الميو 2 هفاضل للدي تي سكوير، يعني فاضل مرتين. وبعد ما فاضل احط التي بزيرو، هيطلع لي ده اللي هو عايزه. تمام كده؟ فاحنا نبدأ بقى في الشيت. هنبدأ بمسألة 16. مسألة 16 بتقول لك ايه؟ بيقول لك show that ان الـ earth moment about the origin للجاما ديستريبيوشن هتبقى بالمنظر ده، ومدي لك هنت كده، يعني ممكن تستخدمه وممكن ما تستخدموش. فاحنا هنعمل ايه؟ هو طالب الـ Earth Moment، فاحنا هنروح نجيب، يعني هنجيب الـ Earth Moment على طول، مش لازم نجيب الـ Moment Generating Function وبعد كده نفاضلها بالنسبة للـ R. طب الـ DTR دي مين؟ لا، فاحنا هنروح نجيب ايه؟ هنروح صغرنا بس شوية، هنروح نجيب الميو ار بالتعريف بتاعها العادي اللي احنا كنا لسه واخدينه في الاول اهو، هي الجاما فانكشن. هنعمل ايه؟ هنروح مكملين على ماينس انفينيتي لانفينيتي والاكسبكتد فاليو للاكس باور ار، والجاما فانكشن طبعا ايه احنا عارفين شكلها عامل ازاي، بتبقى بيتا، بتبقى ده، لا ده الميو ار، الجاما بتاعتنا هي اللي هي دي اللي هي اكس باور الفا ناقص واحد في الاي باور نيجاتيف اكس على بيتا، كل ده مقسوم على بيتا باور الفا في الجاما، دي الجاما فانكشن للالفا. فده كل ده اتضرب في ايه؟ اتضرب في اكس باور ار. تمام، وهكامل ايه بالنسبه لدي اكس. فهنعمل ايه بقى التكامل ده؟ طبعا يعني هنعمل فيه ايه التكامل ده؟ يعني مش تعرف تحله، يعني طبعا الاكس باور حاجة والاي باور الاكس، فهيبقى صعب. فانا هحاول ان انا اخلي التكامل ده يبقى شكل جاما فانكشن، تمام، اللي هي الجاما ديستريبيوشن بتاع الجاما، هخليه يبقى بالصورة دي بتغيير بقى الالفا والبيتا ممكن يتغيروا. تمام كده؟ فانا لما اضرب الاكس بار ار في الاكس بار الفا ناقص واحد هيديني ايه؟ هيديني اكس بار ار زائد الفا ناقص واحد في الاي بار نيجاتيف اكس على بيتا. ف
فمين اللي اتغير عندي؟ ان اتغير عندي الالفا، الالفا اتغيرت عندي، يعني الالفا بتاعت الجاما الاساسيه اتغيرت بقت الفا جديده. فالالفا الجديده دي ايه؟ ممكن نسميها ايه؟ الاي دي مين؟ هي الار زائد الالفا، دي الالفا الجديده بتاعتنا، يعني للديستريبيوشن بتاع الجاما الجديد، بقت بدل ما هي كانت الفا بقت ار زائد الفا. فكان ايه اللي بيفرق عندي في الديستريبيوشن؟ بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي ان الجاما فانكشن للمين؟ للالفا، فالالفا الجديده بقت ايه؟ بقت ار زائد الفا، فهضرب كل ده فوق وتحت في الجاما ار زائد الفا على جاما ار زائد الفا، كده اكني ما غيرتش حاجه في الايكويشن. مين تاني اللي هيتغير معايا؟ البيتا باور الفا، الالفا دي الفا قديمه، يبقى الالفا الجديده هتبقى ايه؟ هيبقى بيتا باور ار زائد الفا، فهضرب فوق وتحت في ار بيتا ار زائد الفا، تمام كده؟ وهاخد بقى الجزء ده، هاخد الجزء اللي يخص الجاما فانكشن، يعني الاكس باور ار زائد الفا ناقص واحد في الاي باور نيجاتيف اكس على بيتا، البيتا ما اتغيرتش معانا، هي الالفا بس اللي اتغيرت، على الجاما ار زائد الفا في بيتا ار زائد الفا، كل دول التكامل بتاعهم الماينس انفينيتي للانفينيتي ده المفروض هيدينا واحد، لان دي جاما فانكشن، فالديستريبيوشن بتاعنا لما بنكامل ماينس انفينيتي للانفينيتي بيطلع بواحد. وفي شويه كونستانت بقى متبقيين، دول هخرجهم بره التكامل على طول، اللي هو مين بقى اللي متبقي معايا؟ متبقي معايا الجاما للار زائد الفا، ومتبقي معايا هنا البيتا ار زائد الفا، ومتبقي معايا كل ده مقسوم على بيتا باور الفا في الجاما للالفا. واختصر بقى مع بعض البيتا اس الفا مع البيتا باور الفا مع بعض، وهلاقي طلع معايا اللي هو طالبه بيتا باور ار في الجاما الفا زائد ار على بيتا على الفا على جاما ار الفا. فجبنا كده ايه؟ جبنا كده اللي هو طالبه مننا. نيجي المساله 17 نشوف نتكلم عن ايه. مدي لك random variable x وقال لك ان هو discrete uniform distribution، تمام، ومدي لك الفانكشن بتاعته واحد على k constant كده، ايه المدة constant على كلام x، x بتاعتنا واحد اتنين لحد ال k، بيقول لك show that ان ال moment generating function لل x هيبقى بالمنظر ده. فهنعمل ايه؟ احنا قلنا ال moment generating function هو ال expected value لل e power tx، فهنعمل ايه؟ هنعمل summation، هنعمل summation لل e power tx في ال f of x، ال f of x اللي هي ايه؟ اللي هي واحد على k، وال summation هيبقى على قيم ال x كلها اللي هي من واحد ل k. فانا عايز اعرف بقى شكل ال series دي عامل ازاي. لما اجي ابص على ال geometric series اللي انا عارفاها اللي احنا خدناها قبل كده، الجيومتريك سيريس هي بتبقى سيريس مثلا عاديه، بس الفكره ان هي بيبقى فيها يعني الاكس ده بيبقى بادئ من الزيرو مش من الواحد، فانا في ترم عندي كده ناقص. فانا هنعمل ايه؟ هنعمل بس سبستيتيوشن، يعني هنشيل الاكس وهنحط مكانها واي زائد واحد، يعني هنعمل ليت ان الواي بتساوي اكس ناقص واحد، فهيبقى ايه؟ هيبقى عندي السمشن بقى الواي بتساوي زيرو لحد الواي بتساوي ك ناقص واحد، تمام كده؟ نشيل بقى الاكس اللي هنا ونحط مكانها واي زائد واحد، يبقى متبقي يبقى منظرها بقى عامل ازاي؟ يبقى اي باور تي تي واي زائد تي على الكي. فهناخد الكونستانت بتاعي هنخرجه بره اللي هو مين؟ اللي هو اي باور تي على الكي، ده الكونستانت بتاعي. هيبقى جوه السميشن بقى اي باور تي واي، والسميشن من 0 ل k minus 1. فنفك ممكن شكلها كده عشان نشوفها هي geometric series ولا لا. هنلاقي اول ترم معايا e باور 0 وبعد كده e باور t كله ايه؟ باور 1، وبعد كده e باور t كله باور 2 وهكذا لحد e باور t k ناقص 1. فهنلاقي ان هي شبه geometric series، فهنخرج الكونستانت بره، والجيومتريك سيريز بيبقى شكلها ان هي 1 ناقص ال r باور اللي هو هنا ده بيزود عليه واحد، فهو ده كي ناقص واحد فيبقى كي، فالار عندنا الار هو الترم اللي هنا، الترم اللي هو
بيتكرر معايا كل مرة باختلاف ان هو بيبقى باور مثلا 2 باور 3 وهكذا، فيبقى اي تي باور كي اللي هي الكي ناقص 1 زائد 1 اللي هي الكي على 1 ناقص الار، الار اللي هي اي باور تي بس، وهو ده اللي هو مديون يعني. فسؤال بسيط خالص يعني. مسألة 18 بيقول لك الاكس ده جيومتريك ديستريبيوشن، وجايب لي ان هو البي كيو باور اكس ناقص 1 والاكس من 1 لانفينيتي بس ديسكريت يعني 1 2 3 وهكذا. بيقول لك شو ذات ان المومنت جنريتنج فانكشن للاكس هيبقى كذا، وبيقول لك then use it to find the mean and variance of the geometric distribution. يبقى انا الاول هعمل ايه؟ هجيب ال expected value، ال moment generating function بتاعنا هو ال expected value لل e power tx، واضربها في ال function بتاعتنا اللي هي geometric. تمام كده؟ يبقى هي summation من k ال x ب k ال x ب 1 ل infinity e باور t، هاخد ال q، ال q باور x، فانا هاخدها مع ال e واحطهم كلهم يعني كلهم في ترم واحد e t q باور x في ال b على ال q، فال b على ال q كده بقى constant، هخرجهم بره ال summation ويتبقى معايا ال summation من المنظر ده، فهلاقي ده شبه برضو ال infinite geometric series، بس برضو نفس المشكلة ان ال x بدأ بالواحد مش بالزيرو، فانا الاول هحولها ان هي تبدا من الزيرو للانفينيتي، فاعمل سبستيتيوشن بالواي، احط الواي هي اكس ناقص 1، يبقى هعمل السمشن من واي بزيرو لحد انفينيتي، بس هشيل الاكس واحط مكانها ايه؟ واي زائد 1، هيبقى عندي الاي تي كيو كله باور واي، وهلاقي في كونستانت تاني كده ظهر معايا اللي هو مين؟ اللي هو اي تي كيو باور 1، فده ممكن اخرجه بره، فخرجناه بره مع البي على الكيو، فالكيو راحت مع الكيو بقاني بي اي تي، والسميشن الانفينيت جيومتريك سيريز بيبقى بالمنظر ده، بيبقى واحد على واحد ناقص الترم بتاعنا بقى اللي هو اي تي كيو، فهلاقي المومنت جنريتنج فانكشن طلعت معايا بي اي تي على واحد ناقص اي تي كيو زي ما هو طالع، يعني بيقول لي شو ذات زي ما هي طالعه بالظبط. وبعد كده هستخدمها في ايجاد المين والفاريانت. فقلنا عشان المين مين هو المين هو ان انا فاضل المومنت جنريتنج فانكشن عند للدلتا تي للدي تي، وبعد ما فاضل هحط التي في زيرو، فانا هاخد ده وديفرنشيته، هفاضل هيبقى ايه؟ هنفضل المقام البسط قصدي هيبقى بي اي تي في المقام ناقص تفاضل المقام اللي هو هيبقى نيجاتيف اي تي كيو، فهتبقى بلس بقى خلاص اي تي كيو في البي اي تي، ونعمل بقى ايه نبسط شوية على طبعا ايه واحد ناقص اي تي كيو كله باور 2، فنعوض بقى عن التي بزيرو، هيروح بقى طبعا الاي تي كلها هتروح من كله هتبقى بواحد، وهي معايا المنظر ده بي باور 2 زائد بي كيو على بي تربيع، ونشيل بقى نبسط اكتر مع بعض هنلاقي طلع معانا واحد على بي، وكده صح يعني هو ده المين اللي انا عارفاه بتاع الجيومتريك ديستريبيوشن هو واحد على بي. عايزني اجيب بقى الفاريانس، انا عشان اجيب الفاريانس لازم افاضل تاني، افاضل تاني الجنريتنج فانكشن افضله مرتين، انا فضلته مره اخد اللي اتفاضل بقى دوت قبل ما اعوض عن التي بزيرو وافضله تاني، فانا هاخده بس تاني وابسطه اكتر عشان ما ابسطوش فوق، كان عندي هو بالمنظر ده، فهلاقيه طلع معايا بي اي تي على واحد ناقص كيو اي تي لكل سكوير، هفضل ده بقى اسهل لي من ان انا ايه افضله قبل ما ابسطه، لما فاضل دوت هفاضل الباست هيبقى بي اي تي في المقام ناقص تفاضل المقام اللي هو نيجاتيف كيو اي تي في 2 في 1 ناقص اي تي كيو في الباست اللي هو بي اي تي على المقام تربيع، وبعد كده عوض عن التي بزيرو هلاقيها طلعت معايا
بالمنظر ده، وبسط فيها شوية على طلعت معايا 2 ناقص بي على بي تربيع. فاروح واخداه عشان اجيب بقى الفاريانس. الفاريانس هو مين؟ هو المومنت، السكند مومنت ناقص الفيرست مومنت تربيع. فلما اطرح 2 ناقص بي على البي تربيع ناقص 1 على بي تربيع هيديني 1 ناقص بي على البي تربيع اللي هو كيو على البي تربيع، وده الفاريانس بتاعك الجيومتريك برضو اللي انا عارفاه. يبقى انا ايه ماشيه مظبوط. مسألة 19 مديني ان الاكس هو بواسطه ديستريبيوشن ديسكريت برضو، ومديني شكله عادي ان هو ايه باور نيجاتيف ميو في ميو باور اكس على الاكس فاكتوريال، والاكس 0 1 و2 لحد انفينيتي. بيقول لك اثبت ان المومنت جنريتنج فانكشن هي بتبقى بالمنظر ده، ويوزنج المومنت جنريتنج فانكشن هات لنا المين والفاريانس للبواسطه ديستريبيوشن. نفس فكره السؤال اللي فات برضو، فانا هعمل سميشن لي ال e باور تي اكس في الفانكشن بتاعت البواسطه ديستريبيوشن بتاعي. فهنا مين باور اكس؟ الميو عندي باور اكس، والاي عندي ايه باور اكس برضو، فيبقى اي تي ميو لكل باور اكس في الاي نيجاتيف ميو على الاكس فاكتوريال. فهلاقي ايه؟ هلاقي لا ده مش جيومتريك سيريز، مش عارفه ان انا اجيبه بالحاجه دي، بس انا عارفه ان ده شكل الديستريبيوشن البواسطه ديستريبيوشن. بس بدل ما كان ميو باور اكس بقى عندي اي تي اي تي في ميو، يعني ده الميو بتاعي الجديد. يعني هو بواسطه ديستريبيوشن بس الميو بتاعي الجديد ان هو بقى اي تي ميو. فالميو داخله فين تاني؟ داخله هنا الاي باور نيجاتيف ميو. فانا اعمل ايه؟ هضرب فوق وتحت في الاي نيجاتيف ميو اي تي على اي نيجاتيف ميو اي تي. يعني ده كله هعتبره الميو الجديده. فشكل البواسطه بالميو الجديده ده بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى الميو الجديده دي باور اكس على اكس فاكتوريال في الاي باور نيجاتيف الميو الجديده دي. فانا هحتاج اضرب في فوق وتحت في الاي باور نيجاتيف الميو الجديده دي، ومش هبقى قصرت في حاجه، وهاخد بقى الترك وهطلع الكونستانت بقى بره. الاي نيجاتيف ميو دي كونستانت، وهيتبقى عندي في المقام يعني في البسط انا ضربت في اللي هو الاي باور نيجاتيف ميو الجديده، فيتبقى عندي مقام الجديده بقى وده الكونستانت بتاعي. يبقى اي باور نيجاتيف ميو على اي باور نيجاتيف ميو اي تي. وهبسطها بس اطلع ده فوق كده وابسطها بس شويه، هتطلع معايا اللي هو ميديوم. وبعد كده هفاضل ده بقى عشان اجيب المين. فلما نفضله تفاضل عادي يعني خالص، هنفاضل دوت هيبقى الاي باور الحاجة اللي هي فيها في تفاضل الحاجة بتاعتها اللي هي بقى هيبقى ميو اي تي. فده بيساوي ايه؟ لما عوض بقى عن التي بزيرو فده هيروح هيبقى بواحد، وده هيبقى بواحد، واحد ناقص واحد زيرو، فده كمان هيروح فهيبقى ميو. وده اللي انا عارفاه برضو ان البواسطه ديستريبيوشن المين بتاعها بميو والفاريانس بميو. هنشوف هنجيب الفاريانس ازاي. نجيب السكند مومنت، نفاضل ده تاني قبل ما نعوض عنه بالصفر، نفاضله تاني. فهنفاضل ده هيبقى ميو اي تي في ده زائد تفاضل دوت اللي هو ميو اي تي في ميو اي تي برضو في هو نفسه، فيطلع ميو زائد ميو سكوير لما اعوض عن التي بزيرو. فلما اجي اجيب الفاريانس بقى يبقى ميو زائد ميو سكوير ناقص ميو سكوير اللي هي ميو. فانا كده ايه هبقى حلي مظبوط. نيجي لاخر مسأله، مسأله 24. بتقول ايه بقى المسأله دي؟ بتقول لنا by expanding ATX in a Maclaurin series and integrating term by term show that ان المومنت generating function لاي function بقى يعني الاكس ايا كانت شكلها عامل ازاي فهو هيبقى ايه؟ هيبقى بالمنظر ده ايا كان شكل ال f of x. هو بسيط جدا الحل. انا عارفه ال e باور تي اكس بتتفك ازاي بماكلوريان سيريز، تتفك ازاي يعني كان بيبقى عندنا اي باور اكس، فبس هنشيل كل الاكس ونحط مكانها تي اكس بس.
فيبقى 1 زائد تي اكس على فاكتوريال 1 زائد تي اكس سكوير على فاكتوريال 2 وهكذا، يبقى تي اكس باور ار على فاكتوريال الار وهكذا بقى، بيكمل ترمات تاني برضو انفينيتي يعني. فهنحط ده، هنشيل الاي باور تي اكس ونحط مكانها كل ده، تمام؟ في هنا بلس نقط نقط يعني اللي هو مكمله تاني، وفي هنا بلس برضو نقط نقط مكمله تاني، عشان يعني ما نعتبرش ان هو لحد الترم ده بس، لا ده اللي هو الجنرال ترم بتاعنا وهتكمل تاني لحد انفينيتي. فهنشيل بقى الاي تي واكس ونحط مكانها الكلام ده كله، وبعد كده نقسم الانتجريشن. فيبقى ايه؟ هيبقى الانتجريشن الاف اوف اكس للدي اكس زائد لما نضرب ده في ده التي كونستنت تخرجه بره، فيبقى انتجريشن الاكس في الاف اوف اكس، تمام؟ وبعد كده التي سكوير على الاثنين فاكتوريال دي يطلع بره برضو عشان كونستنت، يبقى انتجريشن الاكس سكوير للاف اوف اكس. فلما اجي ابص على اول ترم دوت، هو ايه؟ ده بواحد، مش ده التكامل على الفانكشن بتاعتي كلها بواحد. الدوت شكله عامل ازاي؟ ده المين بتاعي اللي هو المي 1، المي 1 داش اللي هو الفيرست مومنت مضروب في الكونستانت بتاعتي. طب ده مين؟ ده اللي هو السكند مومنت اللي هو ميو 2 داش مضروب في تي سكوير على الاثنين، وهكذا 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 لحد ده مين؟ ده اللي هو المومنت الار بقى، الارس مومنت مضروب في تي باور ار على ار فاكتوري، وهكذا مكمل برضو مكمل. يبقى شكل الديستريبيوشن جبناه ايه؟ شكل المومنت جنريتنج فانكشن جبناه زي ما هو طالبه. بس عندنا بقى يعني نفهم ايه من المساله دي؟ ايه المساله دي؟ يعني ناخد منها ايه كده الفكره بتاعتها؟ الفكره بتاعتها ان احنا لما بيبقى طالب مننا الفيرست مومنت والسكند مومنت سواء المين او الفاريانس، بيبقى عندي طريقتين باستخدام يعني الجنريتنج المومنت جنريتنج فانكشن، ازاي اجيب الفيرست مومنت والسكند مومنت او الثيرد مومنت وهكذا. بيبقى عندي طريقتين، هروح اجيب المومنت جنريتنج فانكشن، وبعد ما اجيبها هفاضلها الفيرست بقى هفاضلها مره او مرتين او هكذا، واجيب ايه؟ واجيب ميو 1 والميو 2 وهكذا. ده حل. او الحل الثاني ايه؟ الحل الثاني ان انا لو كان عندي طلع لي يعني شكل المومنت جنريتنج فانكشن طلع لي شكلها على هيئه ماكلوريان سيريز بالمنظر ده، ما هو ده كده ماكلوريان سيريز، لو طلع لي شكلها او طلع لي فانكشن مثلا انا بعرف افكها يوزنج الماكلوريان سيريز، حاجات اللي انتوا خدتوها بقى قبل كده في السنين اللي فاتت، فانا هعرف يعني بعد ما افكها، يعني مثلا لو كان عندي ساين او كوزاين او الحاجات دي، فانا عارف فكتها بالماكلوريان سيريز او اي باور اكس او اي باور حاجه مثلا، بعرف فكتها، فانا هروح فكاها مثلا برضو. ومثلا لو عايز الثيرد مومنت نعمل ايه؟ ناخد الكوفيشنت بتاع التي باور 3، ناخده ونسويه بالام 3 على 3 فاكتوري، وبعد كده بنروح جايبين الثيرد مومنت عادي خالص، وهكذا لو عايز السكند او لو عايز الفيرست. فعندك كده يعني تاخد من ايه؟ من الحته دي، من السؤال ده، تاخد ان انت هتعرف تحل بطريقتين. لو انت عرفت تفكها بماكلوريان سيريز خلاص حلها وهتبقى سهله بالنسبه لك، ما عرفتش تفكها هتستخدم بقى الطريقه العاديه اللي احنا حلينا بيها باقي الشيت كله. تمام كده يا جماعه؟ يلا السلام عليكم.